السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، وانتم والفريقات ديالكم والأولاد ديالكم والعائلات ديالكم كاملين. اليوم بغيت نتكلم على المياه ديال الشرب اللي كنقدموا للطيور ديالنا. فالمياه ديال الشرب اللي كنقدموا للطيور فلا بد أنها تكون مياه خالية من الأشسال، من الكلور، خاصها تكون خالية من الكلور. اذا ماشي ما خصناش نستعملوا الماء ديال الروبيني ديريكتومون ونعطيوه للطويرات في الشرابات، لا، ضروري خصنا اما نستعملوا لو مينيرال، لو مينيرال اما تاخذوا من 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 السوق، او لا تاخذ لو الماء وتسخنه وتغليه من بعد تخليه يبرد ومن بعد تقدموا للطويرات. او لا انا كما كندير هذه الطريقه، فانا خديت هذه القليله هذه بالروبيني ديالها، ها هي، فهي كنحط فيها الماء، كندير فيها الماء، ها انتما عرفتوش كيبان لكم ولا لا، هي كندير فيها الماء وكنخليها 24 ساعة، كنعاود نستعملها ملي كنبغي نعطي الماء، اون فوا كنعطي الماء للطويرات فكنزيد فيها وعاوتاني 24 عاوتاني ملي كنبغي نبدل الماء للطويرات كنلقى عاوتاني راه كتصف كيتصفى الماء. انتما كملي كتشوفوا هنا راه كاينه الملحه، الملحه هاد البيوضيه هادي فالمحلك ديال اللي كتكون في الماء وسميتو كيمتصو هاد الطين هذا وكيرجعو يوتيليزابل بالنسبه للطيور. وكذلك انا هو باش كنشرب، كنشرب حتى من حتى حنا حتى انا في الدار داير هاد القليله بحال هكا دايره وكنشرب منها، كنشرب الماء ديال الثلاجه وكنشرب، كندير الماء في القله هذيك ومن بعد كنشرب منها. المهم الطريقه اللي كنستعملها بالنسبه للطيور ديالي فاش كنعطيهم لي فيتامين ولا فاش كنعطي، حيت الكلور راه كيأثر على لي فيتامين وكيأثر على جميع المكملات الغذائيه اللي كنديرها في الماء. هذا مكان، وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.